اهلا بحضراتكم من جديد. اذكركم اهلي اللي قاله لنا كريم احمد منذ قليل، شريف اكرامي في حراسه المرمى، طبعا تشكيل اجباري باستثناء وليد سليمان اللي هتناقش مع ضيوف الكرام هل كان المفروض يتم اشراكه من منذ البدايه ولا محمد يوسف احتفظ بيه للشوط الثاني زي ما هو عمل معاه الماتشات السابقه. كريم ندفد، محمد هاني، سليف كوليبالي، وايمن اشرف، حسام عاشور، والسوليه على شمالهم او يمينهم بقى محمد شريف، لا على شمالهم محمد شريف وناصر ماهر، على يمينهم حمودي، والفرود الوحيد مروان محسن.